السلام عليكم يا جدعان شباب، ما تنسوش عمل لايك والاشتراك. النهارده هرسم جي تي اي، ودلوقتي يلا بينا نبدا. تعالى يا جماعه، زي ما انتم شايفين هنجيب ورقه كبيره معلش، هنرسم هنا دايرة تمام، عاملة كده، لازم تكون عاملة كده. تمام، ولازم دي لونها تكون عاملة كده. بعد كده نعم لون اسود. بعد كده هنعمل كده، مثلث عامل كده. ده اليمين وده الشمال وده تحت. طبعا نرسم هنا، ثواني يا جماعه، ثواني كده بس يا جماعه جايلكم. وهنعمل بقى هنا دايره النص كنا بصوا لون، هنلونها شو وهنرسم بقى على اخر حته هنا، هنرسم على ماشي. هنرسم عاملين عاملين كده. وهنا هنرسم فوق بس هنا، تمام. كنين حسنات وده بقى ده احنا، يعني احنا جوه الخريطة بس واقفين على المكان ده. وهنا هنستعمل دي، احنا نص ما عارفين العربية اللي هي بتبقى بنمسكوها بقى وبنقعد نحط بقى حاجات في السوبر ماركت دي. المهم نادي بقى عاملة كده، وهنا عجلات، دي عجلات لورو هنا. رسمنا دول اللي هي بقى اللي انت بتاخد، بس دي بقى اللي بلعب جي تي ايه بتاخد منها سلاح. وهنا هنرسم الراجل، طبعا شعره يبقى ممكن كده. وانا مرة هنا ودي بقى هنا، وانا مرة هنا معلش مصر ما كنتش عارف انا بقى وانا كنت كده وانا من المتسم كده، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا.
كمان شاي صح؟ وهنروح جايين عاملين له بس يا ماما وعمل كده. ولو عايزيني ارسم لكم المزيد حطوا لايك وشير وكومنت وبعتولي في الكومنتات. سلام يا جماعة، سلام، باي باي، باي باي.